بيت الرب اللي حضوره سبق حضورنا. الرب النهاردة بيقول لكل حد فيكم ومبسوط قوي ان انتوا جيتم لما حضروا، وهو هيباركنا كلنا ويتكلم معنا. خلونا نبدأ اجتماعنا كده بالصلاة، نقول له يا رب فعلا ما أحلى حضورك يا رب. يا رب مين زيك يا رب؟ قول له كده يا رب طلبة قلبي النهاردة هو انت يا رب. كل اللي أنا عايزه اني أشوفك يا رب، اني أسبحك، اني أخرج يا رب برا دايرة نفسي وأشوفك يا رب، أدخل لقدس أقداسك بدم الحمل. قول يا رب بشكرك لأني ابنك، لأني مغسول بدمك، لأني ليا الحق الوقوف في قدس أقداس الإله العظيم المهوب كلي القدرة والحكمة والقدرة. ما أحلى حضورك يا ربي، ما أبهى جلالك يا رب. ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. أنت كل ما أريد يا رب، أريد أن أكون قربك، لأن يا رب حياتي فعلا يا رب تحلو لي معاك يا رب. ما أحلى حياتي معاك يا سيد. أريد أن أكون قربك.
شعبك حررتني وسكنت داخلي. أسبحك يا خالقي، أبارك اسمك الغالي. ضممتني ضممتني إلى شعبك حررتني وسكنت داخلي. أسبحك يا خالقي، أبارك اسمك الغالي. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك قربك. اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. انت تعرف ما بقلبي، فهمت فكر ربي من بعيد. اختبرني وامتحني، قدسني واعطني قلبا جديد. فأنت كل ما أريد، أريد أن أكون قربك قربك. فحياتي معك تحلوي، حياتي بدونك الوقت اللي جاي من كلمة ربنا بعض الأعداد كده. هنبدأ بإشعياء 61، الأعداد من 1-3. يقول الكتاب كده: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين، لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، فيدعون أشجار البر، غرس الرب للتمجيد. في خروج 15 عدد 11 يقول الكتاب: من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب. خروج 34:10 يقول: فقال: ها أنا قاطع عهدا قدام جميع شعبك، أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي جميع الأمم، فيرى جميع الشعب الذي أنت في وسطه فعل الرب، أن الذي أنا فعله معك رهيب.
في دانيال 4 الأعداد 2 و 3 يقول الكتاب كده: الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسناً عندي أن أخبر بها. آياته ما أعظمها، وعجائبه ما أقواها. ملكوته ملكوت أبدي، وسلطانه إلى دور فدور. كلمات اللي جاية بتقول: يا حنان، يلي بتشرق شمسك علينا في كل مكان، هو الإله الصانع العجائب اللي يحول نوحك لفرح، اللي كل باب مقفول يقدر يفتحه، ولو فتحه محدش يقدر يقفله. خلونا نقول الكلمات دي مع بعض: يا حنان، يلي بتشرق شمسك علينا في كل مكان. العطشان يا حنان،
أحلى حاجة أن أنت تشوف آيات وعجائب، صح؟ تأيد عمل الله وسطينا. فأمثال 21 عدد 1 الكتاب يقول كده: قلب الملك في يد الرب كجداول المياه حيثما شاء يميله. يعني أي حد أنت شايفه في منصب كبير قوي، مديرك مثلا، حد مسؤول عنك، وانت حاسس انه الموضوع ده في ايده، لا هو مش في ايده، هو في ايد الاله الكبير اللي بيميل قلب الملك ده زي جدول مياه كده، جيبه كده جيبه كده، لان هو الاله العظيم كلي القدرة والسلطان. فأشعيا 55 الاعداد من 8 و9 يقول كده الكتاب: لان افكاري ليست افكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. كلمات اللي جاي بتقول ملك الملوك وسيد الأسياد، أنت رب القلوب الملوك في إيدك جداول المياه، أنت اللي أفكارك عجيبة. إحنا رب بنسبحك النهاردة لأنه ليك وحدك كل السلطان. جاي كده نصلي نشكر الرب، نقول له يا رب بنشكرك لأجل رعايتك لينا، بنشكرك لأنه احنا فعلا مش متسابين للظروف يا رب، بنشكرك لأنه احنا مش هنخاف لأنه احنا لينا إله عظيم بيهتم قوي بكل تفاصيل حياتنا. يا رب بنشكرك لأنك حكيم، لأنك انت الإله صانع العجائب وحدك يا رب. شكرا لأن إيدك دايما ممدودة لينا بالرحمة، شكرا لأجل نعمتك يا سيد المغطيانة وسترانا يا رب. بنشكرك لأجل محبتك يا رب اللي ملهاش حدود يا رب. هللويا، لأنك أنت الصخر الكامل صنيعه، أنت الحصن يا رب. نستخبى يا رب فين غيرك يا رب، غير عندك يا رب. يا رب أنت اللي عندك القوة يا رب اللي تعيننا يا رب، نحوك يا رب أعيننا يا رب، بننتظرك يا رب. عندك وحدك يا رب الراحة لكل تعبان، نترمي يا رب عليك ونيجي يا رب دايما في حضنك يا رب المفتوح لينا، حضنك المليان لينا بالقبول يا رب. يا رب مهما كانت الشيلة اللي احنا شايلينها تقيلة، بنحطها يا رب عند رجليك يا رب. عايزين نستمتع يا رب بيك في حياتنا كلها يا رب، نتملي كده من كلامك وذهننا يا رب يتنقى يا رب بالقعدة معاك يا رب. يا رب اروي عطش قلوبنا يا سيد، فندوب قدامك يا رب، قدام الحب والرحمة والقبول اللي ملهمش حدود يا رب. تحمدك شفاهنا يا سيد، وننحني اكراما ليك يا سيد، اكراما لجلالك يا سيد. انت خالق العظيم رب،
كل القدرة والغنى يا رب، مستحق التسبيح والعبادة، مستحق نكون يا رب بنتلهف يا رب فعلا على الوجود في محضرك يا رب. املأ عينينا بحضورك يا رب، جايين نقول لنا رب، نقول لك رب يا بختنا رب بيك حقيقي، يا بختنا رب بيك، احنا محظوظين يا رب بإله زيك يا رب وأب زيك يا رب. يا رب بنحبك يا رب بفضل نعمتك وعمق رحمتك يا سيد. اجي ليك يا رب، اجي قدامك يا رب. الرب بإعلانات، التنيمة اللي جاية بتقول إعلن ذاتك ومجدك، التنيمة دي كاتبها أبونا الأب مكاري يونان، خلونا نقولها كده ونستمتع فعلا بحضور ربنا اللي جوه كل كلمة من الكلمات دي. We
الكلمات اللي جايه بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك. حد عارف الترنيمه دي؟ تعالوا نرنم مع بعض واحنا واقفين ونقول يا رب دي الصعبه معاك بتسهلها. مفيش حاجه صعبه مع ربنا. رب الافراح هو اللي يكلل كل ايامك بالفرح. لينا حق نقوم. مبتهجين بحبيبنا يسوع، فرحين بمحضره. قول يا رب انا نفسي قوي فعلا ابقى دايما في محضرك المليان بالشفاء والفرح والتعزية. Yes.
أسعد الله مساءكم. شيء جميل إن إحنا دايما نحط في اعتبارنا إن وجودنا في حضرة الله أولا لكي نعبده، ده الهدف الأول والأخير. إحنا بنعبد الله، ومشاركة كلمة الله جزء من هذه العبادة. عشان كده العبادة مهمة جدا جدا في وقت حضورنا أمام الله. الحمد لله على السلامة. الأحبة بيفكرونا بأيام شبرا الشرقية زمان، الأخت المباركة أخت أمال وابتسام، والله الحمد لله على السلامة، والحمد لله على سلامة وجودكم كلكم في حضرة الرب. الليلة شغلني الرب الحقيقة بموضوع من الموضوعات الهامة، ولما قرأت هذا الجزء بتأمل وتمعن من كلمة الله لقيت سرد إلهي لما يحدث اليوم بحذافيره. هنشوف الجزء. نفتح مع بعض من الرسالة الثانية، رسالة بطرس الثانية أصحاح 3، وأقرأ من أعداد 1 ل 12 ل 13. بطرس الثانية أصحاح 3: هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء. اللي بيقرأ تفسير ويشوف التعليقات تلاقيه كل جزء من الكتاب شراح ونقاد الكتاب يعملوا عليه فتاوي كتيرة، مين اللي كتب ومين اللي ما كتبوش. فالحقيقة الروح القدس هنا في البداية بيريح الناس دي من التعب والبحث بتاعها، ولهم أو الرجل بيقول لكم أنا كتبت هذه الرسالة الثانية، يعني هو اللي كتب الأولى والثانية، عشان كده لا توجد مشاكل بخصوص من كتب هذه الرسالة. ففيهما الرسالتين أنهض بالتذكرة، يعني أخليكم تفتكروا ذهنكم النقي لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل وصية الرب والمخلص. يبقى هنا بيحط أنبياء العهد القديم مع رسل العهد الجديد، وبطرس مش فوقيهم في وسطهم. عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون، وكتير منهم قوي في الشغل وفي المدارس وفي الميديا وفي كل مكان، سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم. يعني بينكروها عمدا. إيه اللي بينكروه؟ أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. وما ينفعش ناخد التعبير ده من الكتاب المقدس ونستخدمه في نبوة ولا نستخدمه في أي كلام خارج هذا النطاق، لأن المعنى أعمق من ذلك. مرة ولد سمع العبارة دي فقال لأبوه ممكن أصلي ربنا يديني دولار عشان يجي لي ألف.
لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى عليه علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده مع كل ده احنا متمسكين بالوعد ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. تكلم إلى قلوبنا يا رب بروحك القدوس، متكلم وسامعين نحتاجك، اهمس بكلماتك إلى داخل كل قلب على انفراد، كلمنا كجسد وكلمنا كأعضاء، واجعل كلمتك الحق المطلق تخترق كسهم قلب كل واحد وواحدة فينا، فتأتي كلمتك بالثمر المرجو، فنعيش ندرك أننا في آخر الأيام، وندرك أن مجيئك قد صار على الأبواب، ونعرف ونفهم كيف نسلك وكيف نعيش وكيف نخدم في هذه الأيام التي كسر فيها المستهزئون في كل مكان. نعطيك كل المجد والكرامة في المحبوب يسوع، أمين. رسالة بطرس الأولى يتحدث فيها الرسول عن كلمات تشجيع وتحفيز للمؤمنين الذين يعانون، وهؤلاء المؤمنين، واستخدم التعبير الدقيق اللي يوصفهم، هم يهود مسيحيين، يهود مسيحيين قبلوا المسيح وكانت خلفيتهم يهودية وهم في الشتات. والرسالة الثانية تختلف عن الرسالة الأولى في موضوعها، فالرسالة الثانية تتحدث عن التعليم الحق الحقيقي، حقيقي يعني اللي ضد الكذب، في أصحاح واحد، وفي أصحاح اثنين يتحدث عن الأنبياء الكذبة والمعلمين الكذبة، وفي أصحاح ثلاثة يتكلم عن وعد المسيح يسوع الأكيد بأنه سوف يأتي يوما ليأخذ كنيسته. كتب بطرس الرسول هذه الرسالتين في نهاية أيامه في سنة 68 ميلادية، وبعدها ليس بقليل انتقل، وانتقل كلنا كما تحكي ويحكي التاريخ والمصادر الموثوق بها أنه مات ورفض أن يصلب كسيده، لكن مات رأسه أسفل ورجليه أعلى لأنه لا يستحق أن يتمثل بسيده. لكن في هذه الرسالة الثانية يتحدث بطرس الرسول ويقول أنا أنهض، والعبارة دي كررها أكثر من مرة في الرسالتين دول، أنهض بالتذكرة أذهانكم، وبعدين بيقول ذهنكم النقي. لما ترجع لأصل كلمة النقي هي مش البيور، يعني لأن ما فيش بني آدم أيا كان يعني هيبقى فكره كامل 100%، لكن وجدت أن الكلمة، شكرا، أن الكلمة تحمل معنى المخلصة الوفية الصادقة، ليس بمعنى بيورست لكن سينسير. يعني أنت محتاج يا بطرس إنك تنهض، إنك تفكر الناس اللي أنت بتشهد وبتقول إن ذاكرتهم وأذهانهم مخلصة ونقية ووفية، أنت محتاج تفكرهم لألا ينسوا. نعم،
وأنا بتهيألي بطرس لما كان بيكتب الكلام ده كان بيتذكر الوقت اللي سيده قال له في نهاية إنجيل لوقا إنك ستنكرني 3 مرات، وبعدين قال له ده لو الجميع أنكروك أنا لا أنكرك، وبعدين لما كان بيتدفى مع الجواري وأنكر ونظر إليه يسوع نظر هو أيضا إلى قلبه وبكى، خرج وبكى بكاء مرا. عشان كده بيقول في حاجات كلنا بما فيكم أنا محتاجين إن احنا نتذكرها ونفهمها ونعيها بطريقة طيبة. هنا بيقول أنا عايز أفكركم بحقائق، يمكن مش كل اللي مكتوب جديد عليكم، لكن أريد أن أذهانكم تكون جاهزة لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسون ووصيتنا نحن الرسل، اللي هي وصية الرب والمخلص. إذن هنا نرى ضمنا أن أنبياء العهد القديم اللي أرسلهم الله وأعطاهم كلمة للشعب في ذلك الوقت بيحطهم في ذات المكانة، مكانة الرسل في العهد الجديد الذين أيضا أقامهم الرب وأعطاهم كلمتي، وقال إن الناس ديت واخدين وصية الرب والمخلص. عشان كده مرات كتيرة بوقف كده متردد لما حد يقول لك أنا مسمي نفسه الرسول مش عارف جيمز ما عرفش مين عبد مش عارف مين، ما فيش عندهم عبد طبعا، أنا بس بهزر يعني. لأن الرسل، لكن في ناس تقوم بمهمة الرسل بخدمة الرسل زي ما قال في أفسس 4. لكن أنا الحتة اللي بحذر منها إن إحنا لازم نفهم إن هناك فارق بين الرسل الذين أقامهم الرب والرسل بتوع النهاردة. ليه؟ لأن دول أعطاهم الرب أن يوصلوا إلينا المكتوب، ولا يوجد ولا يمكن إضافة أو حذف أي شيء آخر على المكتوب والموجود بين أيدينا من أي شخص مهما كان اسمه في هذه الأيام. حبيت بس أنبر على الجزئية دي حتى يعني لا أكون قاسيا في تعبيري عن الناس اللي بتقوم بخدمات. ممكن يقوم بخدمات رسول، ممكن يقوم بخدمات كارز، لكن ليس هؤلاء هم ذات الرسل اللي بيتكلم عنهم الوحي المقدس. لكن بيتحرك هنا إلى حقيقة موجودة في عالمنا نشوفها النهاردة. حاول كده تروح تتكلم مع حد في الشغل عن يسوع المسيح بتاعك في أمريكا، أكبر بلد كرزت للعالم أجمع. النهاردة الوضع بقى مؤسف سيء. تستجرى أنت تذكر اسم المسيح يسوع في شغلك ولا تستقبل كما غير قليلا من الاستهزاء، من التهكم؟ ها هو انت one of those، هو انت رجل اصلك متدين religious وتسمع الاقوال المختلفه؟ للاسف الشديد تذكرت في مره اول ما جيت امريكا زمان قوي قوي، أول برضو سنة 77 يعني. وبعدين بدأت أشتغل في شركة، ببدأ طريقي. وبعدين وإحنا بنشتغل الشاب اللي بيشتغل معايا بصيت لقيته بيقول Jesus Christ. قلت إيه ده؟ Are you a Christian؟ فبصيت لقيته بيبص لي كده مخضوض وبيضحك، قال لي يس ام كريستيان. وبعدين فقلت له طب بتضحك ليه؟ فهز راسه وتجنبني. فقلت اسال حد من الامريكان، هو الراجل ده بيقول يسوع المسيح ده حاجه جميله جدا، ده يبقى مؤمن. فقالوا لي انت لسه اصلك لانج جديد، واللي يقولوا هنا جيسوس كريست ده المفروض توبخه
مش تقول له ايه ده انت مؤمن، لا مش مؤمن ولا حاجة، هو مؤمن بحاجة تاني، لكن هنا بيستخدم يسوع المسيح حلفان، فهو يستخدم اسم الرب باطلا، فده لابد ان يوبخ انك تقول له don't use God's name in vain. فقلت واو، ده انا كنت فاكر ان هم كلهم مؤمنين هنا، طلعت انا اللي مش من هنا. قوم مستهزئون، تحاول تكلمه عن المسيح تلاقيه بيتهكم وبيسخر وبيستهزئ وبيستخف. والكتاب في هذا الجزء ادانا 5 صفات موجودة حتى هذا اليوم في هذا المجتمع بالإضافة للمجتمعات الأخرى، لكن الشيء المؤسف أنها موجودة وتتفشى في هذا المجتمع لدرجة أن حتى اسم الله يتجنبونه لما يعملوا جلسات في الكونغرس، عندهم جزء من النصوص السياسية أن يجيبوا قسيس يصلي، فنبهوا على القسيس ما يجيبش اسم الله في الكلام، يا سلام، وما يجيبش اسم يسوع. طب أساسا بتصلي لمين؟ على فكرة برضو للحقيقة البعض بيرفض إذا قبلوه أن يصلي، يرفض أن يتبع أوامرهم ويمشي وراء اللي بيقولوه، وبيقول God's name we pray، في اسم الرب الإله نحن نصلي، لكن يمكن يتجنب في اسم يسوع دي، لأن اسم يسوع بيعمل لهم ارتكارية. دول المستهزئون، يقول عنهم الكتاب الصفة الأولى إنهم مستهزئين، الصفة الثانية بحسب شهوات أنفسهم، الناس دي عايشة طبقا لما تشتهي أنفسهم. الكلام ده على فكرة مش كلام موجود في الكتاب المقدس بس عشان نقراه، الكلام ده حقيقي. بمعنى إيه؟ يعني إيه ما بتسمعش العبارة الشهيرة في هذه الأيام من الشباب، يقول لك if it feels good do it، الحاجة اللي انت تحس بنفسك انها حاجة كويسة ليك اعملها طالما انت ما بتأذيش حد تاني. يعني ايه؟ يعني اي حاجة that makes you feel good تعملها لانك مش بتأذي حد تاني. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه يسير ويسلك بحسب شهواته الشخصية، ومنهم من يسمون أنفسهم the naturalist، الطبيعيون، اللي أي حاجة طبقا للطبيعة، ما تقوليش مش عارف الأرض اتخلقت إمتى وربنا عمل إيه، ده كلام ده كله انتوا عارفين نظرية البيج بانج وإزاي إن حصل انفجار كبير والانفجار جاب والقصة بقى اللي مش هنخش فيها في بدء الخليقة. لكن هنا بيصف هؤلاء انهم قوم مستهزئون. نمرة 2، يسلكون بحسب شهوات انفسهم. ليه؟ لانه مش عايز حد يصلحه. يا جماعة ده الوضع، وهذه هي صورة المجتمع، مش الامريكي بس، الغربي باكمله. ما تقوليش ربنا، انا ربنا بتاع نفسي، انا الذي اتحكم في مستقبلي، انا الذي افعل هذا. واحد قال لي هو ربنا اللي بياكلني، انا اللي باكل نفسي. قلت له انت بتاكل نفسك؟ قال لي اه. قال لي وما اشتغلتش ما كلش. قلت له مين اديك الصحه اللي انت بتشتغل بيها؟ ممكن تروح منك في ثانيه، تعمل ايه بعدها؟ هتصرخ وتقول له الحقني؟ هذه هي فلسفة العالم الحاضر التي نراها ونعيشها ونسمعها، وقريبة مننا جدا جدا جدا، في المدارس، في مكان الشغل، في الجيرة، في كل مكان. هذا هو الوضع المنتشر للأسف الشديد. البلد التي كانت واحدة من أكبر الدول التي أرسلت ببشارة الإنجيل إلى أقصى المسكونة، تحولت الآن إلى أنها تنكر
وتريد أن تزيح حقيقة وجود الله من أي مكان، من أي مكان. للأسف الشديد هؤلاء المستهزئون موجودين وبنشوفهم ومعانا، مش بنقول حاجة. وكأن الوحي المقدس كان يرى بالمرآة النبوية ما سوف نجوز فيه. هتكلم على الحاجات المستهزئون، وهنتكلم على وضع العالم والأسئلة اللي بتسأل. كل ده ليس فقط من أجل شرح هذا الجزء، لكن في عدد 12 هنلاقي إن هناك شاهد مهم جدا لابد أن نتذكره كلنا. هذا الشاهد اللي بيقول خلي بالكم في عدد 11، آسف، فبما أن هذه كلها تنحل، دي بقى النقطة المهمة اللي عندنا، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى. يعني لو جبت الآية دي وحطيتها قدام وحطيت وراها ستارة بخلفية كبيرة جدا، أي أناس ينبغي أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، يعني يا مؤمن تعيش إزاي بالخلفية دي كلها وراك في حياتك العملية اليومية واحتكاكك مع الآخرين. ما هو إحنا مش قاعدين جوه أربع حيطان وعزلين نفسنا عن العالم، لأن المسيح أرسلنا إلى العالم مش إلى الكنيسة، وما قالش للناس تيجي الكنيسة، لكن قال اذهبوا واكرزوا. احنا قلبنا الصورة، والكنيسة بقت بيزنس لوحده. هيتكلم عنه في الكتاب ان بقى فيه انبياء ومعلمين كذبة، واحنا ما بنسمع كلمة انبياء ومعلمين كذبة بتهيألنا ده واحد بيهرطق في الشارع، أو واحد شيوعي، أو واحد ملحد. لا، بيتكلم على ناس بتقف على المنبر واسمه قسيس وبينادي باسم يسوع المسيح. عشان كده يقول الكتاب منا خرج، وده الأخطر، أخطر من أن تحارب أمة شعب آخر أن يكون فيها حرب داخلية، حرب بين الشعب وذاته. عشان كده ليه بنقول السرطان مرض لعين؟ لأنه الجسم بيحارب نفسه، ودي أخطر حاجة. الناس دي موجودة جوه الكنيسة، لكن عايز أقولك الله لو يشمخ عليه. بدأنا نرى فضايح، شيء مشين، لكن في ذات الوقت ما تقدرش تضحك على ربنا وتستمر في خداعك إلى الأبد. سيأتي وقت الله يعطيك فرصة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، وبعد كده الله لن يتوانى ولن يهمل كنيسته اللي الذئاب واقفة على المنابر بتاكلها. دي حقائق. على الأقل، على الأقل اليوم لو فتحت الأخبار هتلاقي فيه على الأقل خمسة من الأسماء الشهيرة بلاويها مالية الفيسبوك ومالية اليوتيوب وفضايح لا حد لها. واحد منهم قال لك أوه إن يعني ربنا ده أحسن شخص تشتغل له because he pays you well, he pays you more than man. يا سلام، لانه بيدفع لك كويس قوي، بيدفع لك احسن من اي انسان بجد. هو بيدفع لك ولا انت بتسرق من الناس بتوعه؟ الموضوع بقى بيزنس، وبقى مين عنده طياره اكبر في المشاهير، ومين عنده ومين عنده. لكن هنا يحذرنا الكتاب المقدس، مش كل واحد وقف على المنبر يوعظ وعظة ويحرك أحاسيس الناس يبقى بيتكلم كلام الله. عشان كده مهم للغاية أننا ندرس كلمة الله جيدا حتى لا نخدع، ولا سيما في هذه الأيام الأخيرة التي ينتشر فيها الخداع بطريقة غير عادية. إذن
كل ما نحكيه هو الشاشة الكبيرة، الخلفية الكبيرة اللي قدامها أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى. تعيش إزاي يا مؤمن أمام وتجاه كل ما يحدث هذا؟ لا تتنازل عن الحق، لا تعتبر نفسك الأقلية، لا تقول أن التيار شديد ضدي، لكن قف وقفة جبار وكن كسهم في يد الرب الإله يستخدمك كسهم بيد جبار ليقهر بك ممالك. هذا ما دعانا الرب إليه يا أحبائي. لم يدعنا لحياة الضعف، لحياة الانطواء، لحياة اللي مرات كتيرة نفسرها ونقول ما مدنش غيرك، ما تعملش. مدنش غيرك يعني ايه؟ ما ينفعش تعلم تعليم كاذب والكنيسة تقف مكتوفة الأيدي بغض النظر انت مين. هو لما تجرأ وطلع الهرطقة بتاعته على شاشات التلفزيون لابد أن يواجه. لا يجب أن نتوانى ونتنازل عن إعلان الحق بغض النظر عن من هو المهرطق. مستهزئين. اثنين، يسيرون حسب شهوات أنفسهم. ثلاثة، قائلين أين موعد مجيئه. طب يعني إيه أين موعد مجيئه؟ يعني الكلام بتاعك كلام فارغ. هو قال لك أنا جاي وهاجي ومن آلاف السنين بيقول أنا جاي ومحدش جه. ربنا بتاعكم ده لا بيحل ولا بيهش ولا بيربط، ده كله كلام. أين موعد؟ ما مش جاي. جاي. طب هو جاي إمتى؟ لا لا، ده ربنا بتاعكم مش أنتوا بتقولوا ده الرب اللي بيسامح وبيغفر؟ كملوا أنتوا في حياتكم ونكمل إحنا في حياتنا. لكن هيرد عليهم بطرس الرسول، وخلي بالك بطرس الرسول بيكلم المؤمنين اللي في الشتات اللي بيشهدوا عن المسيح. أنا وإنت وإنتي اللي كل ده بيحصل في عالمنا والمستهزئين يحيطوا بنا في كل مكان، مش محتاج تدور عليهم. حاول تنطق باسم المسيح في أي مكان وانت تلاقيهم على طول، هيطلعوا لك. الكلام بتاعكم ده منذ رقد الآباء كل شيء باق من بدء الخليقة. طب ما ده كذب، هو كل شيء باق كما هو من بدء الخليقة؟ طبعا لا، ده الخليقة بعد الفيضان الله ابتدى من الزيرو تاني. علميا الكنبي الخيمة بتاعت غطاء الأرض بقى مهلهل، والأشعة البنفسجية وكل أنواع الإشعاع ابتدى يدخل الأرض ويؤذي الإنسان. حتى لما تقعد يقول لك ما تقعدش كتير في الشمس. ليه؟ لأن ما فيش خلاص الحماية بتاعت الكنبي بتاعت الأرض دي. الأمور بتتغير، الطبيعة بتتلوث، ما تقدرش تشم هوا نظيف في أي حتة، لازم تروح جبل ولا تروح حتة بعيدة. فالإنسان دنس كل شيء وكل شيء قد تلوث، حتى عمر الإنسان قصر. النباتات اللي كانت بتبقى ضخمة والحيوانات اللي كانت تبقى كبيرة كل ده بينقرض وبيتقلص. ليه؟ لأن الأرض لم تعد كما هي. ويتناسون كل هذا رغم أنهم يدركونه. لكن كيف يتناسونه؟ هيقول لنا صفة تانية من صفات الناس ديت. بيقول لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم. عشان كده إرادة مهمة. البعض ما بياخدش باله من أقوال المسيح لما يقول إن أراد أحد أن يأتي ورائي. أول شيء في الدعوة أن تريد، تبقى willing، تبقى راضي، تبقى راغب، تبقى مستعد.
لأن الإرادة مفتاح كبير. عشان كده يقول إن الله هو العامل فيكم لكي إيه؟ تريدوا، عشان يتحكم في إرادتك أن تعملوا من أجل المسار. الإرادة حتة مهمة. تحدث معي أحد الأفراد في هذا الأسبوع عن مشكلة، بس الشخص بتاع المشكلة رغم أنه يعني انغمس في أمور شيطانية، لكن هو كان مبسوط كده. طب وانت اللي بإرادته ده لازم الأول يدرك أنه في حاجة إلى عمل المسيح. تقول لي طب ما هو مش حاسس بنفسه. لا، بيبقى حاسس بنفسه، وفي منهم من يرغب وفي منهم من يرفض. فكل من يريد وكل من يصرخ إلى الله، الله يعينه. ومرة كتير احنا محتاجين نصلي من أجل الناس دي حتى أن القشور تسقط والله والروح القدس يعمل فيهم عشان ييقظ ضمائرهم علهم يغيرون طرقهم. لكن عايز أقول لك إنك لو بتتعامل مع حد بيتعامل مع أرواح شريرة ولهوة وعلاقة، البعض بيدخل في عقود، مش تقدر تعمل معاه حاجة. تحتاج أن تصلي من أجل هذا الشخص إلى أن يلين قلبه ويرفض الحياة التي يعيشها. دي حقائق. فهنا بيقول الناس دي يخفى عليهم هذا بإرادتهم، مش عايزين ربنا. فأي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة. كل ده نعيش إزاي كمؤمنين في هذه الأرض، ده مهم جدا أننا ندرك أن هذا يحدث. لكن هذا لن يزعزعنا، هذا لن يثنينا، هذا لن يضعفنا، هذا لن يقلقنا، هذا لن يهز إيماننا. أيا كان، رغم أن الشراح الكبار كلهم بيقولوا أن رسالة بطرس الثانية هي أكبر وأكثر الرسائل في العهد الجديد المليئة بالجدال والمناقشات، تقدر تطلع منها جدال ومناقشات لا نهاية له، لأنه بيتعرض لأمور حقيقية. الناس المستهزئين، السالكين بحسب شهواتهم، اللي بيقولوا أين هو موعد مجيئه، ما فيش حاجة اتغيرت من ساعة الخليقة ما جت، وكل ده بيعملوه بإرادتهم. لكن بيرد الوحي المقدس بهذه الكلمات، أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله. بيرجعهم تاني يقولهم ما تنساش مين الخالق الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، الذي قال فكان، قال ليكن نور فكان نور. كلمة الله أوجدت هذا الكون. وبعدين يبتدي يكلمنا على ثلاثة عوالم، عالم في الماضي وعالم في الحاضر وعالم في المستقبل. العالم الأول يتحدث بيقول إن الأرض كانت قائمة بكلمة الله من الماء وبالماء، ومش هدخل في دي كتير. الكتاب بيقول وروح الرب يرف على وجه المياه، من الماء وبالماء. ده البعض هنا بيرجع لنظرية الانفجار الكبير بين تكوين، في سفر التكوين واحد وما قبل سفر التكوين، وإيه اللي حصل. مش مشكلتنا، ومش هندخل وراء الستار لما لم يتحدث عنه الكتاب. ده المبدأ بتاعنا، مش هندخل في أمور لم يتكلم عنها الله، مش هنفتي. لكن بيقول اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. يبقى بيتكلم عن العالم اللي احنا فيه دلوقتي، ده كان عالم بصورة مختلفة أهلكه الله بالماء أيام نوح. لكن العالم الحاضر
هيقول عليه حاجة تانية. أما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة، يعني كلمة الله هي التي تحفظ، حامل كل سفر عبرانيين، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. كلمة حامل مش يعني شايل، يعني keeping it glued together، يعني مخلي كل حاجة واحدة تسير في نظام واحد وبسرعة بسرعات مختلفة، كل دقة الكون بكلمة الله. يبقى الماضي حدث هناك فيضان أهلك الأرض كلها، وعارفين بعد كده كيف أن الرب وضع علامة قوس قزح وقال لا أعود أهلك الأرض. طب والعالم الحاضر اللي احنا فيه ده الناتج عن بعد ما حدث في الفيضان. طب واللي جاي، بص بقى اللي جاي، اللي جاي تشوفه على الأخبار النهاردة، من يوم أو يومين طلع رئيس روسيا بوتين بيقول لو أمريكا أعطت أوكرانيا الصواريخ اللي يضربوا بيها روسيا ستعلن اشتعال الحرب العالمية الثالثة. وقبليها لما بدأوا يدوا أسلحة وذخائر وحاجات بعيدة المدى وطائرات لأوكرانيا هدد بالنووي. والنووي ده بدأنا نسمع عنه في الأيام الأخيرة دي، ما حدش كان بيجيب سيرته، لدرجة ان بعض الناس بيقولك الراجل الكبير اللي في الحكم ده ما هو مش مجمع، يا مصيبة لحسن يحط ايده على حاجة غلط في وقت غلط وفاكر نفسه في حتة غلط زي ما يروح يسلم على الهوى، يعني تبقى مصيبة. ما تدوا البتاع الشنطة دي الواحد يكون صاحي، شنطة حمزة. بطرس الرسول بيقول لنا الهلاك الأول كان بالماء ونتج عنه العالم الحاضر. العالم المستقبلي اللي بيتحدث عنه لن يهلك بماء. وخلي بالك ما بيقولش it will be destroyed، ما بيستخدمش الكلمة دي، رغم ان احنا بنقول هيهلك بالعربي، هي لكن بيقول سيحترق. النووي، انفجار الذرة، لما ضربت امريكا في ناجازاكي وهيروشيما وناجازاكي في اليابان، ماذا حدث؟ النار، المدن بقت سودة من الحريق. إذن تأثير الذرة حينما تنفجر يحرق. ويركز الوحي في هذا الجزء بقلم الرسول بطرس النبوي بهذه الكلمات، يقول إيه؟ ولكن عدد 8، لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء. وبعدين ذكر هنا حتة يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد، يعني عايز يقول الله خارج الزمن. حتى وقفت تأملت في اسم الله لما راح له موسى وقال له لما الشعب يسألني مين اللي بعتك لهم، هي قال له قول لهم أهيا الذي أهيا، I am that I am. مش أي حد يقدر يقول كده. إحنا بنقول ولك I am there، أنا وصلت هناك، أنا كائن هناك، لكن كمان بنقول I was there. ولما كنا هروح المستقبل أقول I will be there. أنا عندي مضارع وماضي ومستقبل، لكن الله ما عندوش I was I am I will be،
He is always the I am. لأنه خارج حدود الزمن، ما عندوش ماضي ومضارع ومستقبل. He is everywhere, every time. في كل مكان في كل وقت. هذا هو الله، لأنه كائن بذاته خارج قياسات وحدود الزمن. فيرى المستقبل قبل البداية. وما عندوش قديم وماضي، وما عندوش زمن، هو لا يعمل في إطار زمني، الله خارج الزمن. مخبر منذ البدء بالأخير، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. هذا هو الله. عشان كده بيقولهم خلي بالكم إن هذا الإله ما بيقسش زي ما احنا بنقيس. وافترض البعض أن هذه الآية مأخوذة من مزمور 90، أن يوما واحدا كألف سنة وأمضينا سنيننا كسنة. سنة يعني الليل كله في أربعة أوقات بيسموها watch periods، يعني مقسم إلى أربعة. السنة واحدة من الأربعة. يعني عايز يقول حسبة الزمان بتاع الإنسان تختلف عن حسبة الزمان بتاع الله. وفي الأبدية، وفي إذا كنا بنحط خلفية الأبدية لما يقوله الله، فلا يمكن قياس الزمن بهذه الكيفية كما نقيسها نحن. فربنا ما عندوش يوم وثلاثة واثنين ونص وخمسة وثلاثة لتلت، لا ما عندوش، هو بره ده كله، خارج كل هذا. لكن يقول هذه الكلمات لا يتباطأ. الناس دي قالوا ما كل حاجة زي ما هي ما تحصلش. بيرد الوحي يقول إيه؟ لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى. الناس دي مش فاهمة، مفكرين ربنا بتاعنا ده يعني طويل البال وما مش هيعمل حاجة في يوم الأيام ولا دينونة وإحنا نقول له ما يهمكش، ربنا بيحبك وحتى لو أنت رفضته هو مش عارف يعمل لك إيه. وبنرخص مرات كتيرة محبة الله أمام الناس. صدقوني توقفت مرة في حديث سمعته من أحد الخدام، قلت له يا رب هو إيه القصة بالظبط؟ هو الناس يعني عايزة تعلن محبتك تقوم ترخصها جدا جدا وتجعلها بلا قيمة. لكن الموضوع أكبر من كده. محبة الله أعظم من كل هذا، ليست رخيصة. وطلع واحد مرة على التلفزيون من الأسماء الكبيرة يقول لك أنت مش محتاج تعمل حاجة، ربنا يخلصك وأنت تخلص ولا تحتاج أن تفعل أي شيء. مين قال الكلام الفارغ ده؟ أنت مش محتاج تعمل حاجة، أنت محتاج تتوب، محتاج تعلن توبتك، محتاج تعلن أنك خاطئ. هو حب غير مشروط لكن له شروط للقبول. احنا رخصنا النعمة بطريقة بقت ملهاش لازمة. لا لا، مدفوع فيها تمن، والتمن اللي الدفع فيها حياة المسيح، حياة الإب ذاته. تمن مكلف أكثر من كل الخليقة، الخليقة خلقها بكلمة، أما الفداء ففعله بحياته. فرق كبير، غالي جدا. يقول عنه برضو بطرس بدم ثمين كما من حمل بلا عيب، دم المسيح معروفا سابقا قبل. بس سهلا، مش خطة كده وبس هنعمل ايه الانسان سقط نعمل له. لا، ده كان في ذهن الله الازلي. الله لا يفاجأ. مش لسه بنقول شاف الاخير قبل ما يبتدي؟ No surprises with God. محتاجين نحط إلهنا في المكانة اللائقة به. لكن الناس مش فاهمة، يقول لك هذا ما كانوا بيقولوا كده على التايتانيك، مش كده؟ السفينة التي لا يمكن أن تغرق
وكل أغلى رجال العالم وأغلى العائلات والمليارديرات كله ركب أغلى سفينة وحسوا إن هم فوق العالم كله، ولم يدركوا أن الهلاك في طريقه إليهم سوف يأتي بغتة وقلائل يتعدوا على الصوابع اللي هيطلعوا أحياء. هذا ما سوف يحدث في عالمنا. أين موعد مجيئه؟ ما الكلام ده بيقولوه من زمان، ما احنا سمعنا القصص دي قبل كده، لكن الله لا يتباطأ عن وعده. هو مش في حالة تباطؤ، لكن بيدي الإنسان فرصة ويصبر على الإنسان لكي يتوب، لأنه لا يشاء أن يهلك الإنسان بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ده الهدف بتاع الله، لكنهم لأنهم يجهلون من هو الله مش قادرين يفهموا اللي بيحصل في العالم الروحي، فبتقالوا ماشي يعني زي ما كله ماشي. لا يا حبيبي، سوف يأتي يوما، في هذا اليوم ستتغير كل الأمور. وبعدين يقول يا جماعة خلي بالكم، هو بيعمل كده لكي يقبل الجميع إلى التوبة، لكن في يأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه ترون السماوات. بصوا التعبير بضجيج، أنا قلت يعني إيه بضجيج؟ فقال لك هتسمع يعني هسة الثعبان، ضجيج حاجة الكلمة تحمل كل هذه المعانا، أو خرير المياه، أو عواصف تسمع صوتها، يعني في أصوات غير عادية ستسمع حينما تبدأ هذه العملية. يقول إن اللي هيحصل في ذلك الوقت أن الذي فيه ترون السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة. ده مش تأمل، دي حقيقة. العناصر اللي وضعها الله بكلمة قدرته هتنفك، هتنحل، مش هيحصل ديستركشن، هيحصل حريق. واللي يبص للأخبار والظروف الطبيعية يدرك انه سهل جدا ان هذا الحريق يقوم نوويا في العالم بضربة واحدة، بغلطة واحدة، بقرار سياسي خاطئ واحد. احنا قمنا الاسبوع اللي فات الصبح خبر جديد رئيسي بتاع ايران سقطت طائرة ومات. كل يوم الاخبار بتسرع في ذهولنا عن اليوم السالف. ولا حد كان يفكر في حاجة زي كده، ولا حد كان يفكر بني آدم رئيس دولة يركبوا طيارة قديمة عتيقة بالطريقة دي. لكن الله فوق الجميع، الله لا يشمخ عليه. والله لا زال أحبائي أطمئن نفسي وأطمئنكم، الله لا زال على عرشه يتحكم في كل خيوط الأحداث الجارية في كل مكان في العالم. هذا هو إلهي. اوعى تفكر الدنيا ماشية وبس، وفلان عمل كذا، وفلان هينتخب كذا، وفلان هيحصل فيه كذا. الله لا دال السيد، وزي ما قرأت أختنا إيمان أن قلوب الملوك في يده كجداول المياه يميلها كما يشاء. السماوات كرسي لم يتركها، والأرض موطئ قدميه. لسه دي الكلمة الأخيرة، اطمن، مش متسابة ولا لرؤساء دول ولا لسياسات عالم. لا، هو الذي يحدد ويعين كل شيء بالأوقات والأزمنة، كل شيء في سلطانه. الله مطلق السلطان، وحتى اللي هم مش عاجبهم من هو الله، لعل الجبلة تقول لجابلها لماذا خلقتني هكذا. اوعى في يوم من الأيام تفتكر انك هتعدل على ربنا. كل القدرة، كل السيادة، كل السلطان،
ده الفكر الإنساني. لما بنشوف واحد عايز يحكم في واحد فإنه هو ربنا عايز يحكم فينا. هو الله، هو سر وجودك ووجودي، هو سر وجود الخليقة، هو الذي أوجدها من العدم، وهو الذي يعدمها من الوجود إذا أراد. عشان كده الكنيسة محتاجة تصحى. أي أناس يجب أن تكونوا أنتم الحالة بتاعتنا يا جماعة، الحالة بتاعتنا. عايزين نعمل اجتماعات والناس تبقى مش عارف بتعمل ايه، ويقول لك عندنا نهضة، وبعد ما الاجتماعات تخلص النهضة تنحل وتنفض وكل واحد راح لبيته. هي دي النهضة؟ أنا لا أؤمن بهذه النهضات ولا أسميها نهضات، لكن النهضة الحقيقية أن ينتهب قلبك بحب يسوع في كل وقت، ولما تذهب إلى مكان معين وتجلس فيه هذه المحبة وهذا العمل الإلهي يبقى زي الإشعاع اللي خارج منك في هذا المكان، تغير الجو بأكمله. الموضوع بقى كلام، الموضوع بقى شعارات، الموضوع بقت فرق، الموضوع بقت نوادي، لكن ليس هذا هو الحل، وليست هذه كنيسة المسيح. أحبائي، أنه سوف يأتي كما وعد لكنيسة بلا عيب بلا غضن، ليس فيها شيء من كل هذا، طاهرة نقية. هي دي الكنيسة بيجهزها، وأنا أثق أنه يجهزنا الآن. بيجهزها مش أن احنا نعمل هيصة ونفضها، لا، ونقول عملنا نهضة أو نجيب اسم كبير عشان الناس تيجي، لا، عمري ما هعمل كده. اللي بيجي بيجي بيزورنا كبركة لينا ويستخدمه الرب في وسطينا، لكن ما نعملش احنا الفرقعات دي. احنا بنهتم بالجسد لكي يكون الجسد في حالة الصحو، في حالة اليقظة، في حالة السهر. هذا هو الهدف. لكن يقول لك ريفايفر، ريفايفر ايه؟ اللي في الطب هنا يعرف كلمة ريفايف. ريفايف يعني واحد بيموت وبيعملوا له انعاش، بيجيبوا له الاسعاف، يدوا له ضربات في البتاع عشان قلبه يشتغل تاني. الكنيسه كل شويه تجيب عربيه الاسعاف. عاملين ايه يا عم؟ يقول لك عاملين النهضه. ايه يا عم النهضه دي؟ هو مين مات؟ النهضه الحقيقيه تبدا من داخلي. ابقى منتعش، بحب الرب، على استعداد ان اطيعه. لكن حتى لا اطيل اكثر من ذلك، عدد 12، أنا وقفت واعترفت بخطئي أنا أمام الله. اللي بيقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. سألت نفسي، يا رجل أنت اللي بيقول عليك قسيس، كم مرة صليت في آخر 10 سنين وقلت له تعالى بسرعة يا رب؟ طالبين سرعة مجيء الرب. قلت يا خبر ابيض. طب اخر 5 سنين في اجتماع الصلاة صلينا الصلاة، قلت يا خبر ابيض، ده انا المخطئ. عارفين ليه؟ لان احنا مش جاهزين. اللي جاهز، شوف العروسة لما بيبقى متحدد يوم فرحها والعريس يبقى بيعد، بتلاقيهم يطلعوا على الفيسبوك عن بقى من الحاجات الجديدة النهاردة، يقول لك مش عارف 29 يوم 28 يوم 27 يوم، ويقعد يقعد العد التنازلي، وأول ما اليوم يوصل يقول لك 5 ساعات 4 ساعات 3 ساعات، وفي الآخر يقفوا على المنبر هم الاثنين دايخين. ايه دول؟ قال ده طالب سرعة مجيء هذا اليوم اللي فيه يرتبط بالعروس. يا مؤمن يلي قلبك برد، يا خادم يلي ما بتطلبش زي حالاتي سرعة مجيء الرب، ارجع من تاني. وزي ما قال برضو في رؤية 22:20، امين تعالى ايها الرب يسوع. نصلي نقول له تعالى. ليه طالبين؟ هو انت مجيئك مرتبط بدي؟ قال مجيئه مرتبط. احنا اللي هنقول له تعالى
وهننتظره. وفي ذات الوقت الإنسان المنتظر بيتكلم في رومية 11:25 إلى أن يدخل ملء الأمم، كل من اختارهم وعينهم الله ليدخلوا. وفي متى 24 يقول هذه الكلمات إنه ويكرز ببشارة الملكوت هذه إلى كل المسكونة ثم يأتي المنتهى. إذن الله حطت شروط لمجيئه. يا ترى أنا بخدم؟ يا ترى أنا بشهد؟ إحنا ككنيسة بنيت هذه الكنيسة مش عشان تبقى كنيسة وناس تيجي تقعد وتسمع واحد بيوعظ ويقف واحد زي يسموه القسيس. ما كنتش قسيس ولا حاجة، لكن إحنا كنا عايزين نكرز برسالة الإنجيل لكل الناس، ولا زالت الكرازة جزء من هذا الكيان. عشان كده في أغسطس اللي جاي في مجموعة رايحة تكرز في النمسا. تقول لي النمسا يعني منقيين أوروبا حضراتكم؟ هي مش النمسا لأنها النمسا وأوروبا، لأن الخليجيين كلهم اللي معاهم فلوس ما بيسمعوش كلمة الله، بيروح يتفسح هناك ما بتشوفش واحد من أهل البلد، فبنكرز لهم. الأسبوع بتاع السنة اللي فاتت اللي كنا موجودين فيه توقفنا، أما بنقول كرزنا يعني كلمنا مع واحد خدنا اسمه ودانا إيميل وتبادلنا الحديث معه، مش بنعمل تقارير، لا. 240 واحد في 8 أيام أو 7 أيام لأن كان فيهم كله مطر. إحنا بنعمل كده لمين؟ من أجل الملكوت، بنتمم مشيئته. ويكرز ببشارة الملكوت هذه الأول. الله لا يتباطأ عن وعده. أمال بيعمل إيه؟ قال بس بيتأنى لكي يقبل إليه الجميع. بشجعك يا مؤمن تصحى، بشجعك يا أخت ترجعي تاني إلى مكان الراحة والسجود والركوع والخشوع اللي كنت تاخدي منه قوتك. بشجعنا كلنا نعود ونستعد ونبقى جاهزين ونقول له بنطلب سرعة مجيء يومك يا رب. وبعدين يقول تنحل السماوات ملتهبة، كل الجزء بتاع مستقبل العالم بيتكلم على عناصر محترقة محترقة تذوب، بيتكلم على ضجيج في السماوات، بيتكلم على حريق وليس دمار وانتهت الأمر. إذن لابد أن ندرك أننا نعيش في هذه الأيام الأخيرة. فأي عدد 11 أقرأ مرة تانية وناخده معانا في قلوبنا ونصلي بيه. فبما أن هذه كلها تنحل لما كل ده هيحصل والأرض لن يكون لها وجود، نعمل إيه؟ أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ هو مش بيسأل عشان عايز يسمع إجابة، هو سؤال استنكاري. عشان كده يقول بعديها خلي بالكم عيشوا حياة في سيرة مقدسة وتقوى. إيه رأيكم هطلب من حضراتكم نغمض عينينا دقيقة واحدة، مش نغمض عينينا تغميض العين ده يعني حاجة مقدسة، لا بس عشان التركيز ما تتلفتش حواليك، وقول له أنا يمكن ما طلبتكش وما بقولكش تعالى لأني مش جاهز، خليك صريح. أو الموضوع مش في ذهني لأن مشغولياتي كتيرة، لكن يا رب دي محتاج أنك بالروح القدس زي ما كلمتك عن طريق بطرس كان بيقول عايز أنهض بالتذكرة، عايز الذاكرة بتاعتكم تنتعش وتفتكر أنت موجود هنا ليه وعايش ليه وما هو الهدف ولماذا دعاك الله وماذا حققت من هذا الهدف. من فضلك بينك وبين الرب خد دقيقة، خد دقيقة. بختارك تكون الأول وقبل كل شيء
يا رب كل يوم كده هاجي اقول لك يا رب انت تكون الاول، يا رب اقدم نفسي ذبيحه حيه ليك مقدسه ومرضيه امامك. يا رب كل حاجه عليتها يا رب عليك النهارده اقول لك لا يا رب، ترجع انت تاخد مكانتك تاني يا سيد، تكون انت الاول في حياتي يا رب والاهم يا رب في حياتي يا رب. قادر أن يحفظنا غير عاثرين ويوقفنا أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له القدرة والشأن والكرامة ومحب ونعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وتعزيات الروح القدس تكون معنا تدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.